اللي انا عايز اقوله ان انا لو انا اديتك جنيه وانت اديتيني جنيه، كل واحده يكون معاها جنيه، لكن لو انت اديتيني فكره وانا اديتك فكره، كل واحده يبقى معاها فكرتين. ده معانا فكرتين. فبس في اوقات كتير بدي محاضرات، تمام؟ فاثناء المحاضرات دي بقول يا جماعه احنا هنطلع ورقه، تمام، وجنيه، اوكي، كل واحد يكتب حكمه في ورقه ويطبقها، وهنلخبط بعضنا، وكل واحد يدي ايه للتاني، جنيه بالحكمه، وينقلها جنيه بالحكمه، الجنيه بالحكمه، الجنيه بالحكمه، وفي الاخر كل واحد هيقول جاله كام حكمه، وخلي الجنيه زي ما هو، فالثابت فعلا معانا ايه؟ الجنيه. لكن انا كسبت معاه كام حكمه؟ 10 تمام؟ 15 و و و 10. وسيستم ايه الدنيا اللي هي الدواره، الدواره، ان احنا مثلا ده يدي ده وده 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 لحد ما يقف تاني ايه الرول او اللفه تقف ايه عندها. احنا دورنا يعني مثلا انت دورك زي ما انا دوري ان احنا نعمل توعية علشان لا نقع تحت طائرة النصابين في كل تخصص، يعني لان مع الاسف دلوقتي اما النصابين بينتشروا في البيئة الجاهلة. بص، ما فيش حد كامل، ما فيش حد كامل، وانا مقتنع بكده، ما فيش حد كامل، لكن الصح ان احنا كل يوم نتعلم معلومة جديدة، كل يوم نعمل حاجة بسيطة، نتعلم حاجة بسيطة، بحيث ان احنا بعد 10 سنين 15 سنة، بعد 10 سنين 15 سنة، لا يبقى احنا نكون مؤهلين للمكان اللي احنا مثلا هنكون موجودين فيه بعد 10 سنين او 5 سنين او اقل او اكتر يعني.